نشوف النموذج ده كمان. احنا بنهتم جدا بالمدارس القايلة للسقوط يعني، وبنهتم بيه علشان نحاول يا جماعة نصلحها. وإذا الوزارة ما عندهاش فلوس، يبقى في مجتمع مدني، يبقى في نواب رجال أعمال يتدخلوا. مش ممكن أبدا الناس هتتعلم وهي في أولا تكدس الفصول، دي مصيبة. لما تبقى كمان المدارس قايلة للسقوط، ده محتاج يعني على الأقل كمان تكافل مجتمعي، ومحتاج تدخل الوزارة. ده هتشوفه ده في كفر الشيخ، وبيتم ترميم المدرسة. هتشوفوا المشاهد يعني أثناء الدراسة يعني. يعني تعالوا نشوف أولا كيف نتعامل مع قضايا من هذا النوع لإنقاذ مدارسنا. في مدرسة ابتدائية بكفر الشيخ تجري أعمال الترميم والتطوير على قدم وساق، بينما يتواجد التلاميذ بين معدات البناء وأعمال الصيانة في ظاهرة مثيرة للجدل. المدرسة زي ما حضرتك شايفة كده، المفروض إنها تتبني مش تتعمل مرمات، لأن المرمات دي اسمها إهدار مال عام، والمدرسين أصبحوا خايفين على أنفسهم كمان من أول المرمات ما جت. بيجوش ما بيجوش. أنا عندي الولد في ثالثة ابتدائي بيرجي لي الدرس الساعة 9، راح المدرسة الساعة 8 جالي 9، عمل إيه؟ أولادنا بيجوا المدرسة يجي يحضر ساعتين ويطلع، ما فيش تدريس، بيقول ما فيش تدريس. يروح لمين؟ هيروح لمين؟ لا، وخايفين طبعا من الهد والخبط اللي فيه ده، ما ينفعش. وبعدين ما فيش تعليم يبقى ما فيش دولة. بنتي جاية بتقول يا بابا ده بيعملوا الترمومات في المدرسة والطوب كان بيجي علينا. طب يا بنتي قالوا لكم ايه؟ المدير بيقول ما تروحوش تقولوا لاولياء اموركم. انا بنتي بتقول يا بابا انا مش عايز اروح المدرسه، مش عايزه تروح المدرسه لان ما فيش مدرسه. ما فيش مدارس، في خبط دلوقتي، والعيال خايفه ان السقوفات بتيجي على دماغهم. كانوا بيعملوا ترميمات بره، السقوفات وجعت، سابوا اللي بره واشتغلوا في السقوفات. اذا كان انا الصبحيه كان هنا لجنه من كفر الشيخ قاعدين في المكتب، ما كانوش عارفين يقعدوا من الخبط. بقول لهم، بيقول لك انت لو بطلت الصيانه فرصه على فرصه، الفلوس هتروح. يعني ايه فرصة؟ احنا بس عايزين السادة المسؤولين يعرفوا لما دي مدرسة وفي مصرف جنب منها كده. أولياء الأمور لما يبقى مثلا اللي شغال في غيط أو في عمله ويسيب شغله ويجي عشان خاطر ياخد ابنه عشان ما يجعش في مصرف. ده هو منظر لا يليق ببيئة ولا يليق بحضارة ولا يليق بأي شيء. ليست هذه المشكلة الوحيدة التي يواجهها تلاميذ مدرسة البحري، فالتلاميذ مجبرون على القيام بأعمال النظافة بجانب توقف شبه تام لعملية التدريس. موضوع الترميم ده ما عملنا من الأجازة، من أول ما رجعنا من أجازة نص سنة بين الترميدة والترميدي، ولقناهم بيهدوا وإحنا خايفين نروح المدرسة. دي مدرسة، هو إحنا بنيجي نلم الفصل، إحنا بنيجي نلم ورقة، هو إحنا جايين فرشيل ولا جايين نتعلموه؟ المدرسة مشققة من تحت وبيهدوا البتاع وخلاص البياض اللي فوق، وإحنا المدرسة هتقع علينا وإحنا خايفين كلنا. المحارة بتقع علينا فوق الدهان وكده في الفصل، وحاطين ستتين على بعض والنفس بيبقى ياما، وقاعدين أربعة ما نعرفوش نقعدوا في التخت، وانا مش عارف اتعلم هنا واكمل عالمي هنا. ينفع كده اللي احنا بنروح المدرسه والمدرسين بيشرح في الفصول والمدرسه بتيجي علينا ومش عارفين نقعدوا؟ نفسي ان تبقى مدرستي جميله يا جماعه، مش خايفه من قبله الرياضه بتقعد تكتب لنا ويجي بالسبع مرات ما بنفهموش ولا بتشرح، وبتسيبنا نتعاركوا مع بعض ولا ما بتجيش، والمدير بيضربنا وبيشتمنا باهلنا وبيفتح العيال وبيقول ما حدش يجي. بتاعت العلوم ما دخلناش من اول الترم، دخلناش خالص، والمدير بيقول يدخلنا ويضربنا. والنهارده كان يوجعونا واحنا نازلين في الفسحه، وخلي كانوا يكسرونا. النهارده ايه اللي حصل؟ احنا المدرسه كانت بتقع واحنا كلنا صوتنا، العيال صوتوا، نزل مع السلم جري ويصوت. نفسنا ان احنا نتعلمه حلو والمدرسه دي تبقى حلوه. طيب احنا كنا من شوية عرضنا النموذج جيد، يعني المدرسة بتعلم الأطفال كيف يمكن أن يتفادوا التحرش بأسلوب مهذب يعني.